كيف سيؤثر ارتفاع أسعار الغاز بشكل جنوني على المغرب؟ تشهد أسعار الغاز على المستوى الدولي ارتفاعا هاما خلال الفترة الأخيرة بسبب عدد من العوامل، كما أن اتفاقية المغرب وإسبانيا بخصوص أنبوب الغاز الجزائري الذي سيستفيد منه المغرب بنسبة معينة يرتقب أن تنتهي نهاية الشهر الجاري. أمام المعطيات المذكورة، يتساءل عدد من المتتبعين بخصوص إمكانية تأثير هذه الأحداث على أسعار الغاز في المغرب، خاصة أن المغاربة مقبلون على فصل الشتاء الذي يشهد تزايد الطلب على مادة الغاز. في هذا الإطار، يرى المحلل السياسي مهدي فقير أن نسبة استفادة المغرب من أنبوب الغاز الجزائري المار على ترابه ضئيلة جدا، ولا يمكن اعتبار تلك النسبة استراتيجية، مشددا على أنه إذا لم يتم تجديد اتفاقية أنبوب الغاز الجزائري مع إسبانيا فلن يؤثر ذلك على حاجيات المغرب من الغاز.